أنا هنا في الصالة وأنت نائمة منذ 10 دقائق. فجأة يلفحني الحنين إلى تقبيل رأسك. أدور في الصالة شمالا ويمينا، أتخبط في الأثاثات ويدمى جسدي. أتجرجر على الأرضية الخشبية حتى أصل إلى حافة سريرك، وبكامل جسدي المجروح أقبع هناك. نقطة دم واحدة تنسل من إصبعي لتسيل على جبهتك. تفتحين عينيك وتشربينها، تنسل نقاط أكثر تشربينها كذلك حتى تجف كل الجروح. ساعتها تعاودين النوم وتحلمين أن نقاطا حمراء كانت تنقط عليك من السقف، وأن بللا دافئا كان يلفك. في الصباح تتحسسين العرق فوق جسدي النائم وتحبينني أكثر. إذا ما أحببتك فسوف تنسى قدمي المشي. جملتك العابرة هذه وتدت الغرغرين في رجلي. والآن يصبح بيتك القريب ذلك البيت خلف منزلنا القديم، والذي حاولت التسلل إليه 10 مرات دون جدوى، وعندما تمكنت أخيرا من صعود سلمه الحجري أصابني الرعب. لا من خيوط العنكبوت ولا من الشقوق التي تقبع بها ثعابين متحفزة. بل من تصلب الرجلين كما في حلم، من نسيان المشي والحجارة والبيت نفسه. شعراتك الساكنة في السرير، في الحمام، على ملابسي. فجأة ودون انتظار لملاقاتها أجدها هناك تلمع في وجهي. منذ قليل كانت تنتمي إليك، كانت تشكل جزءا صغيرا من كينونتك، والآن تنتمي إلي لأنها تلمع في وجهي. تسبح هائمة وحدها في البيت، أدور خلفها أسحبها من مداراتها، أمعن فيها للحظات وأطلقها ثانية في الهواء. لن تعود مرة أخرى إلى جسدك، لكنها كذلك لن تغادر بيتي.